أنه قسيم الجنة والنار، وليست واردة فقط في مصادرنا أعزائي. هذا كتاب طبقات الشافعي، طبقات الحنابلة أعزائي، طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 526 من الهجرة، الجزء الثاني أعزائي صفحة 358. قال: وسمعت محمد بن منصور يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا قال: أنا قسيم النار؟ فقال: وما تنكرون من ذا؟ ما هي المشكلة في هذا الحديث حتى تنكرون فيه؟ أليس، التفتوا إلى استدلال الإمام أحمد بن حنبل، أليس روينا أن النبي قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: إذن فعلي قسيم النار. إذا كان حبه وبغضه هو الذي يقسم الناس إلى الجنة والنار، إذن ماذا؟ فعلي قسيم الجنة والنار. جيد، هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي بودي أن الأعزاء يلتفتوا إليه، وهو